مستمرين معاك اكيد يا كابتن هيثم من جديد ومع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. فوز زي ما اكدنا وقلنا فوز مهم جدا في البيست اوف فايف ان شاء الله باذن الله نشوف الاصرار والجديه اللي مع لعيبه النادي الاهلي ده في باقي المباريات. لكن معانا الحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي عنده مستقبل كبير جدا والكل منتظر ان شاء الله. مؤمن طارق خيري برحب بيك يا مؤمن في البدايه ومبروك فوز مهم واضح التركيز بعد البطوله الدوافع مستمره والرغبه مستمره والقادم هو اللي بناكد عليه خلاص اللي فات بننساه بنركز على الجاي. شايف المباراه ازاي وبتشوف البيست اوف فايف الفتره الجايه كمان؟ والله الاول بس الله يبارك فيك وبمسي على اللي في الاستوديو كلهم يعني سواء كابتن هيثم وكابتن سعاوي وكابتن طاهر. والله احنا الحمد لله يعني كوتش اوجستي بيمرنا تقريبا كل يوم بناخد راحه اقل من الطبيعيه يعني بناخد الموضوع خطوه بخطوه. احنا خدنا الكاس من كام يوم الحمد لله تاني يوم على طول هو كلمنا كلنا لنا قفلوا الصفحه في ناس كانت مصابه من ضمنهم انا هترجعوا معانا كفرقه احنا فرقه واحده. نزلنا التمرين اول امبارح قعد يتكلم معانا في نفس الكلام احنا خلاص الكاس اتقفل احنا عندنا الدوري عندنا ماتش التامين ماتش مهم وماتش محترم فرقه محترمه جدا لعيبتها على اعلى مستوى يعني بس يعني هو الراجل بيجهزنا وبيدينا فرص بصراحه يعني انا بشكره ان هو اداني فرصتي النهارده وان انا لسه راجع من اصابه وان هو يعني يقدر يديني شويه مشاركه كنت انا محتاجها بصراحه. قرب السن والعلاقه الطيبه جدا بين الجهاز الفني ده امر بيساعد بشكل كبير جدا على ايصال المعلومه وعلى الروح الكبيره اللي بينكم. الغنام نجم كبير الجرح الدياستي كمان اوجستي كمان وعلاقته المميزه جدا معاكم شايف ده سر من اسرار النجاح اكيد مؤمن بالنسبه لك؟ طبعا هم كلهم يعني هو الراجل بيتعامل معاهم كلهم ان احنا واحد انا باخد رايكم وانتم بتاخدوا رايي عادي مفيش مشاكل كلنا بنتعلم من بعض فدي مساعده. انا ثانيا كابتن احمد كان لعيب في الاهلي كابتن رامي كان لعيب في الاهلي كابتن طارق غنام اسطوره برده في الاهلي كلهم اساطير في الاهلي بصراحه فكلهم بيساعدونا بيدونا برده حاجات احنا ما نعرف يعني كصغيرين انا بتكلم عن نفسي انا كصغير كل اللعيبه طبعا يعني كبار بسم الله ما شاء الله وخبراتهم عاليه يعني بيدونا حاجات تساعدنا ان احنا نعرف نلعب فقرب السن ممكن يكون فعلا عامل مهم لينا. يعني الجيم الجاي بتفكروا فيه ازاي تحضروا ازاي الوقت قليل جدا خلاص بنقول كل 48 ساعه مباراه شايف الجيم الجاي ازاي بالنسبه لكم والمطلوب ايه الفتره الجايه كمان مؤمن بالنسبه لك؟ زي ما قلت لك فرقه التامين فرقه محترمه جدا عندهم لعيبه كويسه احنا يعني بنقعد مع الكوتش بنتكلم هو بيقول لنا اللعيبه دي عندها عيوب ايه بنحاول نلعب عليها واحنا بنحاول نبعد عن عيوبنا برضو لان ما فيش حد ما عندوش يعني عيوب كل الفرق عندها عيوب وكل فرقه عندها حاجات يعني مخليها في حته ثانيه. الروح طبعا هي يعني بتبقى سر دايما انك لابس تيشيرت النادي الاهلي فدي بتفرق معاك بس انما التحضير كله مع الكوتش بيبقى اجتماعات في تمرين هنعمل ايه بكره هنلعب هنمسك اللعيب ده ازاي كده انا ما بنعملش حاجه ثانيه اكتر من كده. الله يبارك في حضرتك يا استاذ كريم شكرا. بنشكر اكيد مؤمن طارق خيري ومن قبله اكيد كل نجوم الحقيقه على الاداء المميز جدا ده ما بتسمع مؤمن يا كابتن هيثم الثقافه والفكر يديك على طول بقى المردود ان هم دول اولاد النادي الاهلي قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي كبيره جدا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق دوري السوبر بالاصرار الكبير وبالجديه وبالتحضير الفني الاكثر من رائع الحقيقه من كل الجهاز الفني وليس اوجستي بوش بس اكدنا على المنظومه الكامله المنظومه المنظمه ايضا كمان دياستي الغنام الجرح كل المدربين لهم دور كبير جدا في النجاح وفي الاستمرار القادم ان شاء الله يكون بالنسبه لنا افضل ونستمر على الاسلوب والاداء المميز جدا ده اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. يمكن باللقاء طبعا مؤمن كده كنت نقدر نقول انتهت النهارده كواليسنا في مباراه اليوم لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن هيثم السعيد. زملائنا كريم احمد من ارض الملعب يعني يمكن بشكرك شكرا جزيلا ويمكن